قد يجد الإنسان نفسه في بعض اللحظات ضعيف أمام ما يريد أن يقوم به ولا يجد الدعم أو التأييد أو حتى الطريق الذي يستعمله، لا يجد الأسباب حتى التي يريد أن يأخذ بها حتى يصل إلى النجاح الذي يشده أو الهدف الذي يضعه نصره عليه. أين نحن هذا؟ كيف نراعي كل تلك الجوانب وأهم منها إيجابا ومنها سلبي ونتعامل مع كل هذا بشكل صحيح؟ نتجنب ما هو سلبي ونتعامل مع ما هو إيجابي ونحاول بقدر الإمكان أن نخوض فيه وننميه أو نزيده، وكذلك إذا كان هناك أشياء سلبية نحاول بقدر الإمكان أن نقلصها أو نتجنبها أو نبتعد من ضررها. إذا هناك ما هو من المميزات والسلبيات، هناك من الإيجابيات ومن العيوب، هناك باستمرار من كل هذا الذي نراه حولنا في حياتنا، ونحاول أن نصل إلى ما نستطيع الوصول إليه من تلك الأحداث التي فيها الكثير مما نحاول بقدر الإمكان أن نأخذ به أو نتجنبه. إنها قد تكون فروقات ضعيفة ضئيلة، قد يكون هناك خداع نظهر من براء ثم نجد بعد ذلك هو ثم نجد لا شيء، ثم نجد أننا قد أصبحنا في وضع صعب أن نخوض فيه وأن نؤدي دورنا كما يجب وينبغي. إذن هي العلاقات التي نستطيع من خلالها أن نتعاون وأن نرى حقائق الأمور ولا نقع في خداع أو يقع الآخرون كذلك في نفس الخداع، أننا لا نسير نحو الهوى أو هناك يعني أرض هشة سوف تقع بنا وتؤدي إلى هلاك. ولكن نريد أن نقع أو نصل إلى تلك الحالة الممتازة أو الجيدة التي فيها الحد الأدنى من الضمانات، الشيء المتوسط الأبرج، ما نستطيع من خلاله أن نؤدي أدوارنا كما يجب وينبغي، ونحن يعني ضامنين لما سوف يتحقق بأنه عادل ويعني يرضي ما يقوم به الإنسان من عمل، ولا نجد أنفسنا فيها وضع مزدري أو وضع صعب أو وضع مزدهر نعاني فيه أو نشتكي أو نتألم، وقد يكون هناك من تلك العيوب أو التلبيات التي سوف تحقق لنا خسائر لسنا في حاجة إليها أو لا نستطيع تحملها أيضا. قد يكون ما هو لدينا متوافر من كل تلك الموارد والمصادر والإمكانيات ضئيل بالنسبة للاحتياجات التي تواجهنا، وهنا قد نحتاج إلى الدعم إلى التأييد. قد يختفي في بعض الأوقات بصورة أو بأخرى ونجد أنفسنا أيضا في وضع يحتاج إلى تعويض لما قد فقدناه، وقد يكون لدينا احتياطيات لذلك نستطيع أن نستغلها، ولكن لابد أن نعلم جيدا بأنه سوف يكون أيضا لفترة ثم يعود الوضع كما كان في حاجة إلى نفس الدعم أو التأييد من خلال عوامل كثيرة جدا سوف نتأثر بها، عوامل الزمن، عوامل الاستخدام والاستعمال، عوامل التأثر بكل تلك العلاقات التي تخسر وتتغير وتتبدل ويظهر من تنافس أشد وأقعر. فهنا نحن في حالة نحاول جاهدين أن ندرس هذه الأوضاع وندرس ما يحدث وما يسير ونخوض في كل تلك المجالات بالشكل الملائم المناسب. قد نجد من تلك القرارات التي تؤذينا تضرنا بأي شكل كان من خلال سياسات، من خلال توجيهات، من خلال إرشادات، من خلال تعليمات، قد كما يحدث فينا التجارة من خلال الدعم أو رفع الدعم، من خلال الكثير من تلك الأمور التي يتأثر بها المجتمع، يتأثر بها أي مجال من المجالات، ظهور أمراض أو حوادث أو أزمات أو كوارث لا قدر الله تحدث أيضا مثل هذا الوضع من خلال التعاون الجماعي. قد يمكن إدارة هذه الأمور أو من خلال الجهات أو الأجنبية أو الخارجية التي قد تكون على مستوى يستطيع أن يتدارك أو يرعى هذه الخسائر الناجمة عن ما قد حدث في فترة ما أو زمن ما. فإننا أيضا في حياتنا العادية التي نسير فيها نسير فيها نحاول بقدر الإمكان أن نعرف ما نستطيع أن نقدمه، ما نستطيع أن نعطيه. إذا كانت هناك تلك الجهات التي ترعى مصالحنا فأهلا وسهلا بها، فإننا ننتمي إليها أو نهتم بها أو نتمسك بها
ونحاول بقدر الإمكان أن نسير في نفس الاتجاه نحقق نفس تلك الأهداف. وإذا حدث نوع من الخلل أو الابتعاد أو فتور أو ضحالة تلك الجهات التي تدعمنا، فهنا لابد لنا أيضا أن نجد البديل الاستمرار. فعلى سبيل المثال من تلك الطاقات التي متاحة متواجدة في بعض الدول، نضرب الأمثال فإننا لسنا بعيد عامة لا حصر يقول، وإن كان لم يكن في نفس المجال فقد يكون لدينا مجالات مشابهة مماثلة تؤدي نفس الوظيفة أو نفس الدور، مما قد نتأثر بهم مشاكل. وبلا شك ليس هناك مجتمع بدون مشاكل، إنما كل مجتمع مشاكله التي تتواجد وتتوافق فيه، ولا بد لنا أن نحافظ على ما قد نصل إليه من مستويات في أي مجال من المجالات، في أي ميدان من الميادين، وما نجده من كل تلك النتائج التي نصل إليها، منها ما هو سلبي، منها ما هو إيجابي، منها ما هو يفرح، ومنها ما يحزن، منها ما يؤسف له، ومنها ما نفخر به. وهنا لابد من وضع هذه القائمة التي ننظر إليها بعين الاعتبار، ونرى أين نحن وكيف نستطيع أن نتعامل مع كل هذا وكل هذه الأهداف وكل هذه المستويات وكل هذه الإنجازات التي حققت، وما هو يمكن لنا أن نخوض به ونستمر ونواصل ونتطرق إليه بشكل إيجابي وشكل ملموس، وما يمكن أن ننظر إليه من بعيد، وأيضا لابد له من